والآن فليتفضل السيد رئيس الجمهورية لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الدكتور مصطفى الصور دي بفلوس، يعني كل واحد صورة 10% ولا حاجة في الإسكان الاجتماعي. طيب اليوم ده يوم جميل إن شاء الله، وعايز أقول لكم قبل ما أبدأ إن إحنا لما فكرنا النهاردة إن إحنا نبقى موجودين هنا، فكرنا إن إحنا نقول إن إحنا بدل يعني ما نفتتح مشروعات عن طريق يعني الفيديو كونفرنس، نبقى موجودين جوه الحدث نفسه، ونبقى مع أهل المحافظة سواء كان الأهلية النهاردة أو حتت أو محافظات أخرى إن شاء الله خلال الفترة القادمة، إن إحنا نفتتح المشروعات ديت ونبقى موجودين مع أهل المحافظة يعني. فعايز أقول إن إحنا بنبدأ الكلام ده أو بنبدأ البرنامج ده من النهاردة إن شاء الله في الدقهلية يعني، وإن شاء الله هنستمر فيه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، الحضور الكريم، أهلنا الكرام من محافظة الدقهلية، أستهل حديثي إليكم اليوم بتوجيه التحية والتقدير إلى جموع الشعب المصري العظيم الذي يثبت كل يوم عبقريته الوطنية ويؤكد على قدراته الجبارة ويفرض إرادته في الحفاظ على وطنه ومقدراته، ويسعى دوماً للبناء وتحقيق السلام والتنمية. ويظل المواطن المصري هو بطل قصتنا القومية على مدار تاريخ أمتنا الوطني، فهو وحده بناء هذه الأمة وكنزها الباقي بلا فناء أو نهاية إن شاء الله. وبعزيمته وإرادته حقق الوطن البقاء، وبعقله وساعده تتحقق على أرض مصر الطيبة معجزة البناء. واليوم نشهد معاً مشهداً جديداً من مشاهد الإنجاز التي تتحقق بسواعد المصريين وبجهودهم الحثيثة المخلصة، والتي تعيد رسم خارطة مصر كي تتسع لأحلام المصريين وتليق بتضحيات أبنائها من أجلها. ونحتفل معاً بمدينة جديدة تزين دلتا مصر الطيبة الأصيلة، وقد رعي فيها كل متطلبات التحديث والتطوير اللازمة للمستقبل، كما تم تنفيذها طبقاً لتخطيط علمي دقيق ومدروس ومعدلات تنفيذ غير مسبوقة وبشكل كامل لبناء مجتمع متكامل. ويأتي افتتاح مدينة المنصورة الجديدة كجزء من خطة شاملة نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية لبناء 30 دولة 30 مدينة من مدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية في الدلتا والصعيد والقناة. والحقيقة التي يجب أن تشاركونني فيها هي أن بناء المدن الجديدة لا يمثل رفاهية، بل هو ضرورة قصوى في ضوء هذه الزيادة السكانية المضطردة والحاجة الملحة لامتدادات عمرانية متكاملة لاحتواء هذه الزيادة ولمعالجة الآثار السلبية لعدم إتاحة هذه المجتمعات من ذي قبل، والتي يأتي في مقدمتها البناء على الأراضي الزراعية والتوسع غير المخطط للكتلة العمرانية. السيدات والسادة، شعب مصر العظيم، يواجه العالم ومعه مصر أزمات متلاحقة على الصعيد الاقتصادي كان مبتداها الآثار التي خلفها انتشار جائحة كورونا، ولم يلبث العالم أن يتعافى منها إلا وقد اندلع الصراع الروسي الأوكراني، والذي شارف على قرابة العام منذ اندلاعه، وقد انعكست آثار هذه الأزمات على الاقتصاد العالمي بآثار لم تكن مصر منها ببعيد، إلا أننا بفضل الله وبقدرات المصريين قد واجهنا هذه الأزمات بخطى واثقة وقدرات راسخة، وقد تجاوزنا الآثار الواقعة على المواطنين بحزمة من إجراءات حماية اجتماعية
تشابكت فيها جهود الدولة والمجتمع في نموذج مصري فريد. وبالتوازي مع تلك الإجراءات تنفذ خطة إجراءات اقتصادية على مستوى الدولة قائمة على توطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية وجذب الاستثمارات المباشرة. واسمحوا لي هنا، يمكن اللي احنا أحد فعاليات اللقاء النهاردة كان مجموعة من أو نموذج من النماذج اللي احنا بنتكلم عليها بتاعت برنامج ابدأ، واللي الهدف منه إن احنا نقلل حجم الاستيراد من خلال إنشاء صناعات لهذه المنتجات في مصر. قبل ما نقول إن احنا نصدر منها، احنا بنتكلم على إن احنا نبقى يعني عندنا كفاية للسوق المصري، وإن كان في فرصة للتصدير هيبقى طبعا ده أمر مهم ورائع يعني. وأنا على ثقة كاملة ويقين مطلق في أن مصر بقدراتها وقدرات أبنائها قادرة على تحويل كل أزمة إلى فرحة وصناعة المستقبل من تحديات الحاضر. ولعلكم تذكرون معي بفخر كيف كانت مصر قبلة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، والذي كان بمثابة شهادة عالمية لمصر بأنها الرقم الصحيح في المعادلة العالمية شديدة التعقيد. السيدات والسادة الحضور الكريم، رغم الأزمات والتحديات التي تواجه العالم بأسره، إلا أننا وبعون الله قادرون على تخطي كل هذه التحديات من خلال التلاحم والتكاتف بين الشعب المصري العظيم وجميع مؤسساته. إن مصر الوطن الكبير الضارب في جذور التاريخ والبادئ للحضارة هو الوطن الذي تعهدنا معاً على الحفاظ عليه بأرواحنا وبنائه بأيدينا لنزرع له الأمل ونصنع له المستقبل. شكراً، ومعاً نردد دائماً: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً، شكراً، كل سنة وانتم طيبين، ودائما المنصورة منورة بأصحابها. شكرا جزيلا.